كيف يمكنه ذلك؟ تركنا والدكما. ماما، هل قال بالفعل أنه سيتركنا؟ انظرا، كتب لي رسالة يقول فيها أنه رحل. أحمق، أنا أكرهه. من يكون هذا؟ مرحبا يا عائلة. من أنت على أي حال؟ أنا اسمي زاك وأبحث عن عائلة تحتاجون إلى أب. لا. واو، يا إلهي، هذا بالضبط ما أحتاجه. أريد زوجا جديدا. لكن ماما. أصمت. زاك الجديد هذا لي. يا إلهي، لا تعجبني فكرة أمي بالنسبة للوالد الجديد. ماذا يقول لها هناك؟ لا أستطيع أن أصدق أنه أصبح لدي زوج جديد. أنا لا أستطيع أن أصدق ستكون لدي زوجة جديدة. زاك، أخبرني قليلا عن نفسك. أنا الشخص الذي ستسعدين به بقية حياتك. واو، كم هذا رائع. وماذا عن الضوء؟ نعم هكذا، ربما هناك تمسك كهربائي. بالمناسبة، أردت أن أسألك، لماذا وجهك شاحب هكذا؟ عزيزتي، لماذا الكثير من الأسئلة؟ من الأفضل أن نتعانق. أو لا، فقط ليس هذا. ابتعد عن أمي بسرعة. هاي، ما بكِ؟ إيفا، لماذا تتصرفين هكذا؟ ماما، إنه مصاص دماء، أراد أن يعضك. إيفا، تبدين مريضة. نعم، رأيت ذلك بنفسي. لديه أنياب كبيرة في فمه. لا شيء هناك، يكفي يا إيفا، أنت معاقبة. سأحضر الخرقة وستمسحين الأرض. ماذا هي صغيرة؟ لن تنجح في استفزازي. ابتعد عني، ابتعد عني. بالطبع أحسنتي، أدركت أنني مصاص دماء، لكنك لن تقدري على مخاصمتي مع والدتك. ديناصور لدي، فضل لدي، لقد ضاعت ديناصورة. أختي، ماذا بك؟ ماذا حدث؟ أنا حزينة. صغيرتي، لم تدخلي الحمام مرة أخرى، أليس كذلك؟ لا يهم، سوف تتعلمين. لا، لقد ضاعت ديناصور. هذا هو الذي في الصورة. أوه، هنا والدنا. لقد ضاع أبي وكذلك لويس الديناصور. لقد أصابنا سوء الحظ، لكن لا تقلقي، يمكننا التعامل مع ذلك. ها؟ إيفا تتصل. ألو؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ إيفا، أنت لا تخلطين أي شيء. يا للهول، فهمت. أجل دينا، قولي لي، أنا خائفة. لقد عرفت إيفا بالتأكيد، زوج أمنا زاك مصاص دماء. لنهرب، تعالي بسرعة إلى إيفا، هي بحاجة إلى مساعدتنا. يكفي يا زاك، يكفي. يا لها من يد جميلة، يا ليتني أكلها. يا لك من كوميدي يا زاك. يبدو أنهم أحضروا البريد، سأعود حالا. قريبا سأحول كيتي لمصاصة دماء. أعتقد سيعجبها ذلك. بينما أتغذى على العصير الدموي هذا. كم هو لذيذ. ها هو، هل ترون ماذا يفعل؟ إنه يفتش في الثلاجة. إيفا، يشرب الدم في منزلنا هنا. إني أشعر بالسوء. تعتقدان حقا أن هذا دم؟ مهلا، كيف عرفت يا ميا؟ أنا أستطيع قراءة الشفاء. يجب علينا تصويره حتى يكون لدينا دليل. ربما تصدقنا أمي أخيرا. يا للهول، هرأيتما؟
أوي، أرى أن عائلتنا مجتمعة بالكامل. عزيزتي كم هذا رائع. ماما لا تثقي به، إنه يكذب. نعم نعم، هو مصاص دماء، انظر إنه يشرب الدم. أين يمكنني المشاهدة؟ هنا، لقد التقطنا الصورة ولن ينكر ذلك. لكن لا يوجد هناك أحد، هل تكذبون علي؟ كيف لا؟ مهلا، بالطبع مصاصو الدماء لا يظهرون في الصور. أعتقد أنني سأتعلم كيفية استخدام الحمام. ماذا يا أطفال؟ أرى أن كنا بحاجة للتربية والتربية. ليس هذا! كم هذا فظيع! ما الذي يخترعونه؟ ربما لا يريدون قبول أب جديد. لا بأس، سيتحسن كل شيء قريبا. يا لها من أسنان مضحكة! لا بأس، هذا ليس سبب وقوعي في حبك. فتيات، هذا سوف يساعد. أجل نعم، مصاصو الدماء يكرهون الثوم. الآن سوف نرميها على زاك وسوف يهرب على الفور. أجل نعم. لم أصنع تابوتا منذ فترة، لكن زوجتي الجديدة ستحتاجه قريبا. هل سمعتما؟ تابوت لوالدتنا؟ أمي سوف تموت قريبا. ماما فقط ليس هذا. هدئي، إلهي سوف يكتشفنا. لا أفهم، لماذا أتيتما؟ لا أفهم، ما هذا؟ ثوم أم تهيئ لي؟ ثوم، لا ابعدوا عني بسرعة. تينا ما خطبه؟ ربما تغلبنا عليه بالفعل. لماذا تقفين؟ هيا ارمي الثوم. لا، ستندمان على كل شيء. صعدوني. ما هذا الصراخ؟ عزيزتي تصوري، أحضرت الفتيات ثم لدي حساسية منه. ماذا؟ أنتما مجنونتان؟ ماما هو مصاص دماء، انظري إلينا، لقد طار رف من الخفافيش علينا. ماما رف من الخفافيش؟ زاد، هل سمعت شيئا؟ لا أعلم شيئا، الفتيات تبدوان هكذا لأنني عطست عليهما كثيرا بسبب الحساسية. ماما لا تثقي به. إذن هكذا، أنتما الإثنتان والثالثة الصغيرة. ميا. ميا نعم، أنتم تحت الإقامة الجبرية، يعني لا حفلات على الإطلاق، فقط الدروس. لكن ماما. عزيزتي كم أشعر بالسوء. تعال معي يا عزيزي، عليك الاستلقاء. كيف لا ترى أمي هذا؟ يبدو وكأنها مسحورة. أعتقد أنا لدي فكرة، قومي بإلهاء ماما ومصاص الدماء هذا، سوف نفعل أنا وميا شيئا ما. أنا خائفة. نعم، لم ينظف أحد هذه العلية منذ 5 سنوات. يوه، الكثير من خيوط العنكبوت. إيفا أنا خائفة. هيا توقفي عن التذمر، علينا أن نتخلص من ذاك الآن. وما هذا أيضا؟ هذا كتاب الجرعات، ألا تعلمين أن جدتنا ميلاني استخدمته للسحر؟ لا. إذن حان الوقت لهذا الكتاب. أتشي أتشي إيفا، أتشي أتشي، العنكبوت. اهدئي، سأصنع جرعة ضد مصاصي الدماء. إذن ماذا نحتاج؟ أها، أقدام الدجاج. قرف. عيون كبيرة. مخاط وحيد القرن. ما هذا أيضا؟ بالكاد قتلت العناكب، ماذا لديك هناك؟ كل شيء تقريبا جاهز، أعطني ذلك الإبريق واسكبي المرقة هنا. الآن ربما هذا هو. أجل حسنا. أها، ها
حسنا. يجب أن يكون هكذا؟ ربما أعتقد ذلك. يجب سكب هذا المغلي على الزعك. يجب أن تعمل. مثير. وماذا تفعل تينا؟ إنها تنتظرنا. سنعطيها الجرعة الآن وسوف تسكبها على الزعك. عزيزتي كوني حذرة، أوشكنا على الوصول. لكن إلى أين تجرني؟ أنا خائفة. لا تخفي شيئا، أنا بجانبك. واو، ما هذه الغرفة؟ لم تكن لدينا مثلها. لقد فعلتها أنا. انظري ماذا يوجد هنا. واو، إنه تابوت. صنعته بنفسي، خصيصا لك بهذه الأهيتي. أنا لن أزعجكما. بالطبع لا يا بنيتي، تعالي وانظري، لقد قام بإهداء تابوتا. ها هو أمامك. هل جننت؟ قولي هل أعجبك؟ استيقظي، إنه تابوت. لا شيء ممتع هنا أبدا. تينا، أنت فقط لا تفهمين، التابوت شيء ضروري للغاية. هل يمكنني فتحه؟ بالطبع. ماما، هناك هيكل عظمي. زاك، كم هو مضحك. الأمر لا يصدق. كنت أعرف سيعجبك. أمي ابتعدي عنه. زاك مصاص دماء، استمعي إلينا. ماما. أوي، أريد حقا الدخول إلى التابوت. هل يمكنني؟ بالطبع. ماما، إذا لم تخرجي من التابوت سأفعل ما لا يرضيك. ويمكنني أيضا إغلاق الغطاء. هيا هيا هيا. كفى إذن، كفى. تلقى يا مصاص الدماء. ما هذا؟ كلا، أين ذهب زوجي؟ زاكو. أمي لن يعود بعد الآن. انسي مصاص الدماء هذا. أين زاك؟ ماذا علي أن أفعل الآن؟ فقط إلا هذا. استيقظي ماما، ماما استيقظي. هيا بنا. ماذا بي؟ ماذا يحدث؟ أنا أكره زاك. ذاك لقد تركني، زوجي الثاني أيضا، وترك لي تابوتا. عظيم، لقد تخلصت من زاك. هذا أحسنت. لكن بدونكما بالتأكيد لم أستطع ذلك. يا أهلا، الآن أكثر هدوءا بدون زاك. نعم، من الأفضل بدون أب مثل ذلك المريض زاك. حسناً، وأنا أسكن هنا. هنا في كمة قمامة. مقرف. وهؤلاء هم بناتي إيفا وتينا و... ما اسمك أنت؟ ميا. ميا، ميا. هاتي المتشردات، هن بناتك. مرعب. ومن أنت؟ ولماذا تهيننا؟ أنا لم أفهم. بناتي، هذا هو والدكم الجديد. أي أب هذا؟ لماذا؟ لا تصدق أننا تخلصنا من زاك. وأنا واحد آخر. زاك من الماضي، ونيت مليونير، لديه الكثير من المال. فقط ليس هذا. لا نريد أبا جديدا. حسنا، أنا لا أفهم. لقد قلت أن نيت هو والدكم الغني الجديد، وهذا أمر بلا نقاش. إذا دعي هذا الأب يعرف. نحن نحبه أبداً. إذن هكذا، أرى أنهن معدومة التربية. سأصلح ذلك. أخرجن هواتفكن بسرعة وأعطوها لي. وماذا أيضاً؟ هراء. بسرعة افعلن ما قاله نيت. صغيرة، تنتظرين دعوة خاصة. أمسك يا شرير. عظيم، الآن أنا المسؤول هنا وستسمعونني أنا. ستكون نهايتنا بالتأكيد. المال المال المال، يجب أن يكون ممتعاً في عالم الرجل الغني. يا فتيات، لدي الكثير من العمل، يجب أن أتحقق من جميع حسابات نت. هذا صديقك لي. هذا صحيح، بينما هو هنا سأتحقق من بطاقته المصرفية. توقفي ماما، خذي هذا الأب الفاخر من هنا، لقد تعبنا.
أوي، دائما هناك خطأ. بالطبع لا، يريد الاستحمام وما زال يتجول هنا لمدة ساعتين. دولار؟ ما هذا؟ دولارات؟ يا إلهي، هناك الكثير من المال. هوبا، ما هذا الوفد الذي دخل هنا؟ نيت، ولكن لماذا لم تخبرني مسبقا أنك أحضرت مليون دولار إلى منزلي؟ ألا تخجل؟ لكن هذه قروش، فماذا أقول؟ أنا بانتظام أستحم بالدولار مرة واحدة في الأسبوع. هل سوف تعطيني القليل من المال؟ أنا زوجتك. إيفا، لقد ضاع كل شيء. نعم، لقد تخلت والدتنا عنا. العثور على زوج جديد أهم منا لها. فتيات، لماذا تقفان هناك؟ اذهبا بسرعة لتحضير الغداء. نعم، لدي شيء ما. كنت أنا وميا نفرز الألعاب ونسينا أن نضعها. بماذا فكرتي؟ أها، أجل. إلهي، رأيتِ هذا؟ سمعتِ؟ أخرجنا هذا الفأر من الحمام. اتصل بالمحامي بسرعة. بما أنهم طلبوا منا إحضار الطعام، يبدو أن عائلتنا تتبع نظاما صحي. لا 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 لا. ماذا إذن؟ كيف هذا الغداء؟ يمكن اعتباره أنه جاهز. هل أنت جادة؟ هذه لصقة من الملابس. لكن المال الذي أعطته والدتنا الغداء أنفقها على الملابس. تينا، هكذا نعيش بتواضع. هل تريدين أن تغضبي والدتك أكثر؟ إيفا، أنقذيني، ماذا يجب أن أفعل؟ هيا اهدئي، سوف نطلب خدمة التوصيل الآن. سوف نجد المال. يا سوف نجده الآن. أوه، ألو، هذا مطعم لذيذ. رائع كما فكرت. ماذا إذن؟ هل حضرتما الغداء؟ أوه، أرى ذلك، أحسنتما. حسنا، سنرى. تفضلوا، الطعام لذيذ جدا. هذا ما تسمونه طعاماً؟ أجدت؟ وما المشكلة؟ دائماً ما نطلب هذا، أو بالأحرى نطبخ. لا يمكنني أكل هذا أبداً، إنه فظيع. هذا طعام المتشردين فقط، من فكر في وضعه على الطاولة؟ نيت، لماذا أنت متوتر؟ هذا سيذهب من القمامة. أمنعكن من استخدام هذا بوجودي. أنت مجنون، ماذا برأيك يمكن أن أكل؟ عزيزتي، أنا فقط أكل الجمبري الملكي والكافيار الأسود مع الذهب. هذا مثير، أمي قولي له. نيت على حق، ممنوع تقديم هذا النوع من الطعام على الإطلاق. ما بكما؟ اتركوا لنا الغداء. سمعتي؟ لماذا لم تتعلم الطبخ حتى الآن أيتها الفتيات المهملات؟ إذن كذلك. أجل، نحن نفضل عدم التحدث معكما على الإطلاق. نعم. واضح؟ هيا هيا. نعم فهمت. ولا تتكلم أبدا، أنتما لستما في مستوى السيد نيت حتى تتكلم معه بهذه الطريقة. نعم عزيزي. أنا مصدوم، تحرزين تقدما كزوجة مليونير حقيقي. مرحبا ماربي، لديك ملابس رائعة، تسمحين لي بارتدائها؟ بالطبع باربي، ها أنت صديقتي ويجب المشاركة مع الأصدقاء. إذن سنضع طاولة هنا، سنعلق جهاز التلفزيون هنا، سنخرج السرير. اسمع أنت العم المليونير، ماذا خططت القيام بكل هذا؟ أجل، هذا المنزل قبيح للغاية. واو، سوف تكون لي غرفة جديدة. لا، أنا معجبة بك بالفعل. هذه ستكون غرفتي أنا، وستطيرين أنت من هنا، واضح؟ ماذا؟ كيف تجرؤ؟ عاد لألعابي. احزمي أغراضك واخرجي من هنا. في الحال وجدي لنفسك غرفة أخرى. أنا أكرهه، أين والدي الحقيقي؟ سوف أنتقم من نيت هذا. آمل أن تكون هذه المستندات مهمة جدا لهذا الغبي نيت. كم كان من الرائع رحيل دوني، لقد وجدت مليونيرا وسوف تصبح حياتي أفضل. ماما، يجب علينا التحدث بجدية. عن ماذا أيضا؟ نحن ضد هذا النيل.
نعم، دعينا نطرده، هو لا يعجبنا. يا للرعب، وأنتما لا تعجبانني أيضا، سأرسلكما إلى دار الأيتام. ألا تحبيننا لدرجة أنك ترسلين لدار الأيتام؟ أوه، إيه دائي، أنا أمزح فقط. أمي من فضلك أتركي هذا النات. يكفي، لقد سئمت منكما، هيا أخرجا. نيت يحبني وأنا أحبه أيضا، وسنكون معا سواء شئتما أم أبيتما. يا إلهي، انظري ماذا فعلت أيتها الصغيرة القبيحة. ما هذا؟ هل يصرخ نيت على ميا؟ كم هذا فظيع، تعالي إليهم بسرعة. من فعل هذا؟ لا أعرف كيف حدث هذا. تعرفين ما هذه الأوراق حتى؟ وأية توقيعات عليها؟ هذا لا يهمني. ما كل هذا الصراخ؟ ميا، هل أساء إليك؟ أخواتي ساعدوني. نيت، ماذا فعلت لك؟ هذه القردة سكبت العصي على وثائق مهمة. هل لن أحصل على توقيعات هؤلاء الأشخاص؟ وسأخسر مليونا. ماذا؟ هل سوف تخسر أموالك بسبب ميا؟ أمي، هذا بالصدفة، ميا صغيرة. كيف تجرأت على ذلك؟ هل تعرفين ماذا يعني مليون؟ كفى، أنت مجنون. هذا يكفي، قررت أن نرسل ميا إلى دار للأيتام اليوم فورا. ماما، أين دار الأيتام هذه؟ وماذا في ذلك؟ إنها فكرة عظيمة. لكن ماما، لقد قلت اليوم أنك لن ترسلين أبدا لدار الأيتام. هل قلت ذلك حقا؟ أنا لا أذكر ذلك على الإطلاق. كفى، دعوها تذهب وتجمع أغراضها. ألو، دار أيتام، نريد أن نعطيكم فتاة غير مطيعة بالطبع، لكنها ستناسبكم. إيفا، دينا، لقد تخلت عني أمي. هيا، نحن لم نتركك هنا، سوف نفعل كل شيء لإعادتك. أنا أحبكما. ونحن أيضا كثيرا كثيرا. صباح الخير، اتصلنا بكم بشأن تسليم طفلة. نعم بالطبع، أين هو؟ هنا، هذه هي. من أين هي عندكم؟ هل وجدتوها؟ هذه هي أختنا. نعم، لقد وجدناها، لقد رافقتنا عندما تجولنا في المتجر. لكن لا يمكننا الاحتفاظ بها، لذا قررنا أن نعطيها لكم. أمي، ماذا تفعلين؟ ما هذه الكذبة؟ اصمتي، وإلا سوف تبقين معها هنا، واضح؟ إذن هيا بنا للتسجيل، ما اسمها؟ لويزا. ولكن أنا ميا. أوي، اصمتي، والدك كان يناديك ميا، وأنا لم يعجبني ذلك الاسم على الإطلاق. أنتِ تعرفين والديها؟ هذا مطلوب للوثائق. هذا يكفي، تأخرنا، مع السلامة. ميا، ما بك؟ مأوى أطفالنا جيد، أنه أفضل من التجول في الشوارع وحدك. لا أستطيع أن أصدق، نحن سنطير إلى البحر. عزيزتي، تعتقدين سبيكة ذهب كافيتان؟ عزيزي، ولكن إذا ذهبت إلى متجر ديور فلن تكفيني 10 سبائك. أنت محقة، سأخبر سائقي أن يحضر المزيد من الذهب. ما الذي يحدث؟ هل نحن ذاهبون إلى البحر؟ أنتم لا، ولكن نحن نعم. ماما، إلى أين أنت ذاهبة؟ ربما من الأفضل أن تذهب لاصطحاب ميا أولا. أنا ونيت سنسافر إلى المالديف. هيا ساعديني في جمع أغراضي. لا أريد فعل ذلك، كيف أجبرتنا على غسيل ملابس نيت؟ أوه، بالمناسبة، أغسلتن ملابسي؟ لا أعرف، عليك أن تعرف من إيفا. أمي، نيت، لقد حدث شيء ما هنا. ماذا الآن؟ باختصار، لقد غسلت الملابس ولكنها تمزقت نوعا ما، لم أعرف كيف. أولا، هذه ملابس ذات علامة ثمنها 5000 دولار. أنت مجنونة. هل أنت مجنونة؟ هل نسيت كيفية استخدام الغسالة؟ يكفي، أنتما أيضا ستذهبان لدار الأيتام على الفور. أمي، أنا آسفة، دعي. إلى دار الأيتام الآن، وهذا بدون نقاش. نعم نعم، وها هو هنا. مرحبا، من أنت؟ أنا زوجة هذه الدجاجة. نعم، نيت. ليلي، ما الذي تفعلينه هنا؟ لقد جئت من أجلك، أنت من جديد تنفق أموالي على النساء السيئات. ماذا؟
ها أنا المليونارية، ونيك هو زوجي يأخذ أموالي ويحاول مع الفتيات مثلي هذه ويخدع ويكذب. كيتي عزيزتي كل هذا خطأ، إنها تكذب. هيا تعال هنا، أنت في ورطة. آسف. ماذا؟ هل تركني زوجي ثالث؟ أمي توقفي عن ذلك، كلهم لا يستحقون أبدا. تعالي نأخذ 100 ونبدأ الحياة من الصفر. افعلا ما تريدان واتركانني لوحدي. لنذهب ونعد 100 لنا. أجل، نيت غادر بنفسه، الآن يمكننا أن نصبح عائلة عادية. أهلا، أنا في المنزل. أهلا بك. عادت أختنا الصغيرة حقا. ميا، لن نسمح لك بالرحيل أبدا. لكن أنا أمي ونيت. لقد رحل نيت ولن تريه مرة أخرى. حسنا، أنا لم أفهم لماذا لم تتجهزوا بعد. ماما، اشتقت لك. توقفي عن عناقي، ارتدوا ملابسكم، نحن ذاهبون إلى متجر الآباء. أين؟ أمي ما بك؟ هناك يمكننا أن نختار زوجا لي وأبا لكن. هل يوجد مثل هذا على الإطلاق؟ لا أعرف، سنذهب ونرى. لا، هذا جنون، والدتنا لن تهدأ أبدا. يبدو أن أمنا فقدت عقلها. ميا، من الأفضل أن تبقي في المنزل ونحن سنذهب وحدنا، حسنا؟ أجل، يبدو أنك صغيرة جدا على هذا. وها قد وصلنا. يا للرعب، ما هذا النوع من السخافة؟ مرحبا، أهلا وسهلا بكم في متجر الآباء، تفضلوا. أخبريني من فضلك، هل يمكنني حقا أن أختار زوجا أو أبا؟ بالطبع، نقدم لكم أفضل المعروضات لدينا هنا. واو، هذا أمر لا يصدق. أوي، ومن سوف أختار؟ ماما، لنذهب إلى المنزل، هذا هراء. يا فتيات، بسرعة إلى هنا، لن تغادرن اليوم بدون أب. لكن كلهم مخيفون، وعموما نحن لا نريد أباء على الإطلاق. حسنا، أنا أقول للمرة الثانية، لن تغادرن هنا من دون أب. كفى، لقد تعب. إيفا، لنخرج من هنا. فتيات، ماذا علي أن أفعل معهن؟ لقد جنن تماما. هل قررت بالنسبة للشراء؟ كما تعلمين، هناك خطأ ما. هل هذه كل العروض أم هناك شيء آخر؟ هناك واحد، يوجد هناك عيب في التصنيع ولهذا لم نعرضه. أحضريه إلى هنا، أريد أن أراه. هنا، انظري، هذا ما تحدثت عنه، معيب نوعا ما. مقرف. لهذا بخصم 99%. واو، هذا هو المطلوب. إذا ماذا هل ستأخذين؟ أعطني ثانية، يجب أن أسأل شيئا ما. هل أنت غني؟ هلا ترين. أريده، سوف أخذه، سأخذه، بناتي سوف يريدن مثل هذا الأب بالتأكيد. يا للهول، وأنا لم أعرف كيف أتخلص منه. أريد حقا أن أرى والدي الحقيقي. لكنه نسانا حقا. يا فتيات، لقد وجدت لكن أبا جديدا. مرحبا أيتها الصغيرات، كيف الحال؟ ماما، من هذا؟ لا، لقد اشتريته من ذلك المتجر، لم ترينه لأنكن غادرتن مسبقا. أرف، لماذا هذه الرائحة الكريهة؟ أكاد أن أتقيأ. ماما، لكنهن متشردين. أي متشرد؟ هذا في الواقع مليونير. عزيزتي، هذا لك. هل رأيتن؟ إنه حقا يملك المال. بالمناسبة، ابنتي قادمة الآن، أعتقد ستصبحن صديقات. عزيزي، هيا بنا لتخبرني عن نفسك. هيا. يا للرعب، لا أستطيع التواصل مع أبي. ميا، هاتفك مجرد لعبة فقط. حقا؟ يا للهول. تينا، هذا صعب أيضا، ربما أبي تركنا حقا ولا يريد التواصل معنا. من أرى هنا؟ وآخيرا وجدتكم. ومن تكونين أنت؟
أنا أختكم الكبرى الجديدة وسوف تسمعون لي، واضح؟ أنا لست خائفة. هيا اذهبوا بسرعة وأحضروا للطعام. هيا هراء، أنت الآن وبسرعة أخرجي من هنا. متشردة حمقاء، واضح؟ ماذا قلتي؟ تعالي إلى هنا. تعالي نهرب لنهرب. عزيزي، هل من الضروري فعل هذا؟ بالطبع، أنا دائما أتدفأ بالنار. أمي، اطردي هذه الفتاة بسرعة، ابنة هاري. أوه، لقد أتت سيندي، كمادة جيد. أمي، لماذا تحرقين ملابسك؟ هاري قال أنه ضروري وسنتدفأ طوال الوقت هكذا إلى أن ننتقل إليه. ماما، كان لديك أشياء باهظة الثمن، من الأفضل أن تبيعيها. قريبا سنبيع منزلكن وننتقل لمكب النفايات. نعم، رائع. توقف هاري، أنت رهن المسؤول. ما الذي يحدث؟ هاري مجرم خطير، سرق الناس من أجل شراء الطعام. يا للهول، أمي، لقد وجدت زوجة سيئة مرة أخرى. أنا لا أصدق، هذا غير صحيح. أرى أنك شريكته. هذه القلادة مطلوبة، أنت أيضا معتقلة. اتركيني. أمي لا، فقط ليس هذا. اركب السيارة بسرعة، سوف أخذكما إلى الشرطة. أولا، لقد أخذوا أمنا وأبي رحل، ماذا علينا أن نفعل؟ هل بقينا لوحدنا؟ لماذا وحدكم؟ لقد بقيتم معي. أولا، أعطوني بسرعة كل الأموال التي ما زالت معكم. هاري، ما هذا الهراء؟ هل أنت حقا لص؟ عزيزتي، هل أبدو هكذا؟ لا، بل أنت مليونير. هذا صحيح، أنا في الحقيقة غني، وهذا كله سوء فهم. إذا هكذا ستكون هنا محاكمة قريبا، لذا استعد. سيدتي الشرطية، هل يمكننا عقد الزواج في السجن؟ ماذا؟ أنا حقا أريد الزواج من هذا المليونير. هل أنت متأكدة؟ وماذا لو وضعوه في السجن حقا وتحول كل ميراثه لي بصفة زوجته؟ لكني أشك أن هذا المتشرد لديه ميراث. ماذا تقولين؟ إنه غني، أنت فقط لا تفهمين شيئا. هيا بسرعة أحضري مراسيم الزواج. حسنا حسنا، ربما أرفض، لكن أريد أن أضحك من هذا العرس خلف القضبان. تعالي إلى هنا. لا تلمسيني. لقد حبست أخوتك في الخزانة وأنت التالية. ميا، ماذا يحدث ابنتي؟ عفوا، ومن هذا؟ بابا، بابا، لقد أتيت، لقد كنا في انتظارك. بالطبع جئت، إلى أين سأذهب؟ أنت تخليت عنا. كيف تركتكن؟ من قال لك هذا الهراء؟ أنا ربما سأذهب وداعا للجميع. أمي قالت أنك رحلت إلى الأبد. هذا الديناصور. أنا ذهبت لمدينة أخرى لإصلاح لعبتك. أوي، ماذا حدث للديناصور لويس؟ ميا ربما لم ترها بعد، بالتأكيد ستقلق من تمزق لعبتي المفضلة، علي إصلاحها. إلهي، جميع المتاجر في مدينتنا مغلقة، سأبحث في المدن المجاورة. إذا أنت لم تتركنا. بالطبع لا، هاتفي كان مكسورا ولم أتمكن من مراسلتكن، رسالة قصيرة لأمك فقط. بابا، يجب علينا إنقاذ تينا وإيفا وأمي. تعال. انتظرا، سوف يقومون بتسجيلكما قريبا. زوجان مضحكين. أنا حقا سأصبح زوجة مليونير. أجل، ستصبحين. إذن ماذا يحصل هنا؟ أمي، لقد عاد أبي وهو لم يتركنا، لقد ذهب لإصلاح لعبة ميا. ماذا؟ وماذا عن الرسالة التي كتبت فيها أنك رحلت؟ إن هاتفي مكسور، لم أستطع إنهاء الكتابة. أرى أنك وجدت شيئا لفعل أثناء غيابي. ابتعد عني، لقد كنت حقا أنتظرك وافتقدتك طوال الوقت. أفرجي عنها بسرعة.
أنا أحبك كثيرا وأنت حقا لم تتركني. أمي، ماذا عن هاري الذي عانقك؟ أليس هذا زوجك الجديد؟ زوجي؟ داني، إنه والدك أيضا. لا تقولي هراء، تعال جميعا لنذهب إلى البيت لكي نكون عائلة واحدة. يا عزيزتي، نسيت تناول الدواء صباحا وهذا ما أصابك. أنا أحبكم كثيرا. إيفا العزيزة وتينا ما اسمك أنت؟ ميا. بالضبط. بنات، خذوا أمكم إلى الطبيب إلا ستصاب. يا إلهي، هذا صحيح، لقد نسيت حقا تناول حبوبها صباحا ونحن لم نذكرها حتى. يا ليتنا من بنات، ولهذا السبب كانت تبحث عن زوج جديد. يا إلهي، حتى أننا كنا نعتقد أن أبي تخلى عنا، لكنه يحبنا وسوف يكون معنا دائما. هيا بنا. ماذا؟ حسنا، فهمتم. نعم نعم. هذه دوراتي ودبلوماتي العدلية. العلامة الرقمية التجارة تصل على الرقم 0 63 23. مبيعات، مبيعات البشر. هل يأخذ أموالي أم ماذا؟ ماذا؟ أنفقهم على الفتيات. لقد وثقت. هو يأخذ أموالي ويحاول. نعم. لا أعرف. لا يهم، قريبا، لا قلق أبدا. ماذا يا صغيرة؟ لنذهب يا عزيزي، عليك أن إلى القمامة. ماذا؟ ماذا؟ كفى ماما. هيا يا زاك، عليك أن ترتاح. نعم، سأضع الأنياب الآن.